سيدي محمد المظلوم. هو ابن إسحاق ابن جعفر الشهير بإسحاق المؤتمن ابن محمد ابن علي ابن الحسين، وأمه السيدة نفيسة. هذا مقام العارف بالله سيدي محمد المظلوم. خطت هذه الكلمات باللون الأسود على لوح رخامي رمادي أعلى باب أخضر بمدخل مقام المظلوم، وذلك داخل غرفة تملأ حوائطها الآيات القرآنية، ومن حول المقام وسقف الضريح مزدان بنقوش إسلامية بديعة، وفي صدارتها لوحة مكتوب عليها أنشأ هذا المقام سنة 1361 هجرية المعلم توفيق زيدان. في سنوات الطفولة كنت أشاهد الأسر تأتي بأباريق وهدايا كلما ولد لهم مولود، ويطوفون به حول الضريح مرددين الأدعية له بأن يبارك الله فيه، وهو ما يعرف بالاحتفال بمناسبة السبوع للطفل الوليد. تقول أشهر الروايات عن تاريخ سيدي محمد المظلوم إنه كان يقيم مع أمه السيدة نفيسة، وكان يحب الخلوة. وبينما كان يمر ذات يوم بالمقابر خلف الساحة فجلس فيها وحده إلى جوار رجل اعتقد أنه نائم، ولم يكن الرجل النائم إلا شخصا مقتولا خنقا. وجاء كبير الشرطة وإذا به يتهم سيدي محمد بأنه هو الذي قتل هذا الرجل، فرد سيدي محمد: والله لم أقتل أحدا ولا أعلم أن هذا قتيل، أنا مظلوم. ولكن صاحب الشرطة بدا عليه أنه لم يقتنع ولم يصدق محمد، بل اقتاده إلى السجن. صار من حضروا الواقعة بإبلاغ أمه السيدة نفيسة، فتوجهت من فورها إليه قائلة: الصبر يا ولدي سيفرج الله عنك. وخرجت وفوجئت بأن رجال الشرطة يستعدون لتطبيق القصاص على ابنها ظلما. قالت لهم السيدة نفيسة: أروني القتيل المتهم فيه ولدي محمد. فأحضروا جثة القتيل، فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تخاطب الجثة قائلة: قم بإذن الله تعالى وأخبرنا من قاتلك. فإذا بالقتيل يقوم بإذن الله ويخبرهم بأن الذي قتله هو كبير الشرطة نفسه الذي ألقى القبض على سيدي محمد. وثبتت براءة سيدي محمد المظلوم بكرامة أمه السيدة نفيسة رضي الله عنها. ومقام سيدي محمد المظلوم يقع بحي الشرابية بالقاهرة.